وصل بانه المجمع الرياضي الامير مولى عبد الله اللي كان عاش عرس افريقي كبير تمثل في منافسات كاس امم افريقيا للسيدات، واللي عرف وصول المنتخب الوطني المغربي للقاء النهائي كان قريبا من التتويج باللقب المنتخب الوطني المغربي اللي واجه منتخب جنوب افريقيا اللي تمكن من الفوز باللقب، ولكن كان بالقرب انه ربح كبير بالنسبه للكره المغربيه على مستوى التنظيم على مستوى الحدث الافريقي اللي خرج في صوره جميله جدا، وبالتالي هو تتويج للمملكه على المجهودات اللي تبذلت من اجل تطوير كره القدم وكذلك البنيات التحتيه اللي كتوفر عليها بلادنا على المستوى القاري متابعة للمستوى التنظيمي الباهر لهذا الكاس القاريه. كذلك وصول المنتخب الوطني المغربي للسيدات لبطولة العالم ولكأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية وكذلك الكرة العربية. أمامنا رضوان جيد اللي غادي يقود هذه المواجهة. رضوان جيد سجلوا ثلاثة ديال النهائيات كحكم رئيسي، كذلك مباراة كحكم بغرفة الفار وكحكم رابع، وبالتالي الخبرة والتجربة إلى جانب رضوان جيد. كذلك نذكروا المرحوم عبد الكريم الزياني، كذلك كان صاحب الرقم القياسي في إدارة المباريات النهائية، خمسة ديال المباريات، ثلاثة ديال اللقاءات اللي كل من محمد البوكيلي، سليمان البرحمي والمرحوم سعيد بن القولة. هذه فرصة اللي نطلب مواجهات، إذا تعطات انطلاقة ديال هذه المباراة، وبالتالي كل مدرب غادي ينتظروا القراءات الفنيه في هذا اللقاء. تنافس قوي على مستوى وسط الميدان، كل فريق اللي غادي يحاول انه ياخذ زمام الامور على مستوى وسط الميدان والتنقل بسرعه نحو الهجوم. جلال الدودي فريق النهضة البركانية، فاس مقلو حمل عنوان فريق الوداد، كذلك سفيان المدرب تابع المحاولة اللاعب الفحلي 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 تدخل تدخل ممتاز. أحمد رضا التقناوتي أول فرصة أول محاولة لفائدة فريق النهضة البركانية بواسطة يوسف، فرصة لفائدة فريق الوداد. زوير مترجي من الجهة اليمنى عرضية تدخل وإبعاد الكرة، كانت محاولة لفائدة فريق الوداد في الوقت اللي تحدثت على زوير مترجي اللي كان ضمن اللاعبين اللي تنافسوا على جائزة أفضل هدف بالقارة. صحيح الصافرة ديال الحكم رضوان جيد، جلال الدودي تلعبات كرة ومرت مرت فوق مرمى الحارس أمين الوعد، لعبات بشكل ممتاز ولكن مشات جانبا. نتابع أول تهديد لفائدة الإنجليزي، هذه فرصة لفائدة فريق النهضة البركانية، خروج أحمد رضا التقناوتي، خروج موفق وإبعاد الكرة، القراءة كانت جراحية والعودة من جديد إلى الميادين. هذه فرصة رضا الجعدي ممتازة، الكرة مرت جانبا. رضا الجعدي تسديد من خارج مستطيل العمليات كحل من الحلول كذلك لفريق الوداد. لاحظوا الرأس يدي صعود أمين فرحان، صعود لاعبين عندهم قامة طويلة، لعبات الكرة الرأسية وعبد الله حمود بحث في الوقت اللي كان البحث على لاعبين عندهم قامة طويلة يظهر عبد الله حمود الوقت اللي عطية الله تعبت الكرة ترفعت الكرة الرأسية تدخل يوسف ضيو، الحكم كيعطي ضربة جزاء، الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد، الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد. نتابع من جديد، رفعت الكرة من رضا الجعدي، كانت هناك رأسية يوسف ضيو، بعد المحاولة لفائدة فريق النهضة البركانية. شرق البحرين تسديدة وممتازة، كانت فرصة لفائدة فريق النهضة البركانية بواسطة لاعب الشرقي البحري، تسديدة تمر فوق مرمى الحارس أحمد رضا طويلة. لاحظوا التحركات ديال اللاعبين، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء الرأسية، فرصة ومرت فوق المرمى، مرت فوق مرمى الحارس أحمد رضا التقناوتي. أمامنا الشرقي البحري لاعب سابق لفريق يوسف رشيد واللي قدم موسم جيد مع فريق النهضة. لاعب الشرقي البحري، الشرقي البحري محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة تسديدة وأحمد رضا التقناوتي دائما التدخل الثاني، تدخل ثاني وفي مناسبة ثانية، كان فرصة لفائدة فريق النهضة الأمريكانية، انطلاقة ديال يوسف الفحلي. الوقت كانت المتدف من كرات ثابتة، جلال الدودي تعبت الكرة مباشرة، تدخل وإبعاد الخطورة بالعربي الناجي مرة أخرى، يوسف ضيو، يحيى عطية الله أمام يوسف الفحلي كمرر مرة أخرى يوسف ضيو. نجاح الآن ديال المدافعين
تبدا المحاوله يوسف الفحلي الحكم كيطب مواصله اللقاء دائما محاوله بين فريق النهضه البركاني فرصه تدخل وابعاد الكره من امير فرحان امام الشرقي البحري كانت محاوله خطيره جهه اليسرى تبدا المحاوله بكر الهلالي تسديده الكره كانت تلمس الشباك الخارجيه كانت فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه بواسطه اللاعب بكر الهلالي لاحظوا كانت امامه مساحه خذ الوقت ديالو الكافي لتسديد كره قويه مرات بصمت تومو دخول داخل منطقه الجزاء امكانيه التمرير دائما تومو عبد الله عيبود وابعاد الكره للزاويه كانت فرصه لفائده فريق الوداد فريد جوال تومو دخول داخل منطقه نفذت الزاوية الرأسية فرصة وتدخل وإبعاد الكرة طرف لاعب الشرقي البحري كانت محاولة لفائدة فريق الوداد في الوقت اللي هناك تدخل من تشاندراك موسونغو تبدا الفرصة الشرقي البحري فرصة تشاندراك تسديدة تدخل والتغطية كانت حاضرة بشكل ممتاز تشاندراك موسونغو انطلاقة يسدد كان تواجد المدافع امامنا امين فرحان لاحظوا لنا 18 الماء كاميرا في الجهه اليسرى للاعب ايمن الحسوني بحث تسديد فرصه تدخل المطالبه بلبسه جزاء بضربه جزاء الحكم كيطلب بواسطه اللقاء كانت فرصه لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب ايمن الحسوني في الوقت اللي يوسف الفحلي الكرة الدودي كيمرر في الجهة اليسرى مرة أخرى يحيى عطية الله رفع الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة يوسف بوطايو أمام اللاعب فريد تسومو وإبعاد الخطورة من تشاندراك موسونغو كومارا رضا الجهدي أيوب العملود الجهدي طلب الكرة مرة أخرى كرة داخل منطقة جزاء خروج الحارس أمين الواحد فرصة تدخل أمام زهير مترجي كانت فرصة لفائدة فريق الوداد بكر الهلالي استرجاع الكرة كان بشكل ممتاز ولو أن الخطأ لفائدة فريق النهضة البركانية سوفيا المدة تعبت مباشرة ممتازة تدخل أحمد رضا التقناوتي في المكان المناسب يبعد الكرة ويبعد كنقول بأنه كان هدف لاحظوا محقق تدخل ممتاز لأحمد رضا التقناوتي في المكان والتوقيت المناسبين وتسدد من الجهة اليسرى زوير مترجي زوير مترجي يبحث عن تسديد بالفعل تسديده مرة جانبة زوير مترجي كالعادة يبحث عن المكان اللي كيجيد من خلاله التسديد للمرمى تابعوا الانطلاقة هنا السرعة خدع الكرة بشكل ممتاز لاحظوا هذا التمر بكر الهلالي وحاول يفيد فريق الوداد من الجهة اليسرى تسديده بديعو كان بإمكانه يوضع الكرة في الشباك محاولة وفرصة لفائدة فريق الوداد اللي كان قريب من وضع الكرة في شباك الحارس أمين الوعد بعدما كانت تمريرة خاطئة من بكر الهلالي تمريرة يحيى عطية الله تسديدة قوية تدخل أمين الوعد كنقول بأنه الكرة في الجهة اليسرى زوير مترجي خذ الكرة بالصدر فرصة لفائدة فريق الوداد مترجي فرصة زوير مترجي تسديده قويه تمر فوق مرمى الحارس امين الوعد كانت محاوله لفائده فريق الوداد ومرتد هجومي لاحظوا التمريره والقراءه الممتازه لمساحه الملعب في اتجاه زوير مترجي دخول داخل منطقه فرصه لفائده فريق الوداد ينتظر رضا الجهدي تمريره في الجهه اليسرى يحيى عطي طلع فرصه لفائده فريق الوداد يحيى عطي تسديده امين الوعد في المكان المناسب بعد محاوله وتسديده من يحيى عطي طلع اللي كنقول بانه قدر خطا جلال الدودي يسدد فرصه امين الوعد اللي ما تمكنش من التقاط الكره لحسن الحظ تواجد يوسف فودايو الذي يخرج ويبعد الكره للزاويه كانت فرصه هجوم الاهلي في فريق النهضه البركاني بواسطه ابراهيم البحراوي تدخل والخطا والحكم يعلن على خطا لفائده فريق النهضة البركانية وورقة حمراء لجلال الدودي تبعنا فرصة الهدف اللي كانت لفائدة فريق تركيز زوير مترجي يضيع إذا أول ضربة جزاء تضيع زوير حمزة المساوي يسجل ضربة جزاء ناجحة لفريق النهضة البركانية حمزة المساوي
لعيب اللي يحيى عطيه الله، يحيى عطيه الله يضيع ضربة جزاء خارج أرضية الملعب، وضربة جزاء أحمد رضا التقنوتي العربي الناجي يسجل، العربي الناجي يسجل ضربة فريد تسومو، تسومو يسجل. إذن أول ضربة جزاء ناجحة لفريق الوداد بواسطة تنفيذ هذا ضربة الجزاء يوسف الفحلي. يتدخل أحمد رضا التقنوتي، تدخل ممتاز ديال أيوب العبلود، يسدد والكرة في الشباك. إذن ضربة جزاء ناجحة، سفيان المدن، سفيان المدن يسجل، سفيان المدن يضع الكرة. أيمن الحسوني يستعيد التنفيذ، الحسوني يضيع، واللقب لفريق النهضة المركانية. أيمن الحسوني يضيع تدخل